وثائقيات. من المختبرات حتى الوحدات الإنتاج، الرهان عند الشركة هو توصل المنتوج كراعي من جهة المعايير الدولية، ومن جهة أخرى تعرف بشكل دقيق متطلبات الزبائن والمنتوج فين غادي يتم النقل دياله، وابتداء من المعطيات اللي كيعطي الزبون كيتم اختيار شنو نوعية التعبئة والتغليف وحتى الطباعة. هاد لاماشين هادي كتحتاج واحد لاماتير برومي اللي هي أساسية اللي هي البابي. أبري خصنا كنحتاجو لافابور من لاشودير بلس لاميدونيير، يعني كاين بابي أميدون بلس لافابور، عاد كندخلو للمرحلة ديال التصنيع في هاد لاماشين هادي. بالنسبة لاماشين فيها تتقسم على جوج ديال لي بارتي، واحد لابارتي اللي هي هوميد وواحد لابارتي اللي هي سيش. لابارتي هوميد هي اللي كتوقع فيها العملية ديال الإنتاج ديال السامبل فاس، ديزون يعني واحد البابي اللي هو فيه ديزونديلاسيون. هما هاد لي ماشين هادو اللي عندنا هنا، هاد لي دو بارتي، هاد بارتي أ وبارتي دو. بالنسبة لابارتي سيش هي اللي كيوقع فيها لا ديكوب ديال 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 لا ناب كارتوني، هي اللي كنعطيو فيها ان برودوي سومي فيني لي ماشين دو ترانسفورماسيون. ابتداء ملي تيخرج البابي اللي هي لا ناب كارتوني من 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 لا دوبل فاس، كاين عندنا هنا واحد ليطاب الشوفون اللي كنديرو فيهم، يعني بالنسبه لا ناب تنعطيوها واحد لا تومبيراتور باش نديكاجيو هذيك ليميديتي ديال لا ناب كامله اللي هي هاد لابارتي هادي. اول مرحله كدوز ليها من بعد ما تكونت عندنا لا ناب كارتوني هي الميتريوز اللي كيعطينا لا كوب على حساب لا ليز، كيعطينا ان غوفولاج. ثاني مرحله هي لا كوب، يعني لا لونغور ديال لي بلاك. من بعدها غنمشيو للمرحله الاخيره اللي هي لومبيلاج، ومن تما كيكون تكون عندنا ان برودوي سومي فيني اللي غيترانسفورما لا ترانسفورماسيون. دونك في الوحده ديالنا من بعد ما كيجيونا لي بلاك اونديلي كيتم دون ان بروميي طون التحويل ديالهم، كتتم الطباعه والتقطيع من اجل اعطائهم هذيك لا فورم ديال اون كاس. من بعد كيدوزوا في واحد المرحله ديال لا باليتيزاسيون اللي هي المرحله الاخيره في التحويل. من بعد كيدوزوا باش كيدير لهم ان فيلم اون بلاستيك اي ان فيسلاج سولون لا دوموند ديال لو كليون. هنايا من بعد ما كيتم التحويل كاينه مراقبه الجوده على طول التصنيع، وكاينه مراقبه ديال الجوده الاخيره، هي مراقبه تامه اللي كيكونوا عندها ناس اختصاصيين في هذه المساله ديال مراقبه الجوده، واللي حنا كنسهروا فيها بشكل اساسي على اننا نعطيو الكليان ديالنا لو كليون ديالنا نعطيو المنتوج بالمواصفات اللي هو كيطلبها، ونحافظوا على المواصفات اللي في النظام العالمي ديال تصنيع الكارتون اونديلي.